كان القرار يعني في صالح الوكالات السياحيه بحيث تم الغاء رسميا الماده خمسة والماده 12 من دفتر الشروط هذه السنه بحيث رايحين ناخذ بعين الاعتبار دفتر الشروط اللي صدر العام الماضي والاعوام السابقه الاسعار اللي كانت مطبقه في السنه الماضيه بحيث يعني كاين عده مقاييس راهي توحي بارتفاع سعر العمره لكن, لكن بهذه الكيفيه ان شاء الله هناك وكالات سياحيه نحاول قدر الامكان نقدم خدمات جيده باقل تكلفه